اوكي، فين لما اسماعيل؟ انت الوحيده اللي باين عندك. بسم الله ما شاء الله، يبقى انت ليك امتحان خاص بيكي، امتحان دوبليكت يعني، هم بقوه ريختر، انت بقوه 1 ريختر، انت بقوه 5 ريختر، ايه رايك؟ ظهر ولا ايه؟ ما ظهر عندها ازاي يعني؟ ايه يا شباب، على بايوكيمستري ايه، مش على البايوكيمستري الكبيره اللي ما حدش بيحضر فيها، وحوريكم كيف ما تحضروش المحاضرات. ماشي، ف فات صلب بايوكيمستري ايه، جروب ايه، ظهر عندكم ولا انتم مش مهتمين؟ ماشي، يبقى احنا كلمه فات سوربل فيتامينز هنا تعني انه be digested and absorbed in a fatty medium، وده اللي بيأديه شيء بيفرز عن طريق الجول بلادر، اللي هو ايه؟ جول بلادر بتفرز ايه؟ بايل اسيدز ولا بايل سولتس؟ انه فيهم اللي بيلعب دور in the digestion and absorption of fat؟ بايل سولتس، خدوا بالكم، بايل اسيدز اللي انتوا اخذتوها اللي هي برايمري بايل اسيدز اند سكندري بايل اسيدز، اللي هم ايه؟ كوليك اسيد وتشينوديوكسي كوليك اسيد، تمام؟ والاثنين ليس لهم اي علاقه بالدايجيشن اند ابسوربشن اوف فات، لازم يتحولوا الى بايل سولتس عشان يبقى لهم اللي احنا بنسميه انثيباثيك كاركتر. يعني ايه انثيباثيك كاركتر يا شباب؟ يعني تو اوتسايد از هيدروفيليك، تو انسايد از هيدروفوبيك، وهي دي الجزء اللي بيكون ملاصق للفاتي ماتيريالز، شود بي دايجستد اند ابسوربد، عشان كده بيكون لنا حاجه اسمها ميسلز. سامعين في كلمه ميسلز؟ ميسلز عباره عن تكوين كروي في السنتر، الماده الدهنيه اللي هيحصل لها digestion and absorption and surrounded from outside with bile salts and phospholipids to facilitate the digestion and absorption. يبقى هنا كلمه fat soluble vitamins اللي هم الاربعه اللي موجودين امامنا دول، اللي هم كده K و E و D و A، او اكيد A K E D fat soluble vitamins، they should be an a fatty medium for digestion and absorption. ومن هنا جت كلمة fat soluble vitamins، يعني لو في شخص عنده fat mal absorption، يعني في مشكلة في امتصاص الدهون، لن يستفيد مطلقا لا من الدهون ولا من الفات سوليبل فيتامينز. طبعا فات سوليبل فيتامينز ان شاء الله هتاخدوها في الموديولات المقدمين، يعني كل اللي هتاخدوه معانا هو الووتر سوليبل فيتامينز على 2 ليكتشرز، انا هشرح منهم 6 والدكتور جهاد ويل انترفير وذ 3 اللي هم فوليك اسيد، بي 12 اند فيتامين سي، تمام؟ طيب ادي الووتر سوليبل فيتامينز اللي موجودين امامنا التسعه، ثيامين اللي هو فيتامين بي 1، رايبوفلافين فيتامين بي 2، نياسين او نيكوتينيك اسيد او فيتامين بي، وده اللي هو فيتامين بي 3، فيتامين بي 5 اللي هو بانتوثينيك اسيد، فيتامين بي 7 اللي هو فيتامين اتش او بيسموه بايوتين، وفيتامين بي ها 6 اللي هو البايريدوكسين، تمام؟ طبعا هم كانوا 12 فيتامين، احنا ملاحظين كده انه البي كومبلكس اللي امامنا 8 فقط، في عندنا 4 راح فين، وعندنا 11، عندنا 10 و11 راحوا فين، الثلاثة فيتامينز الباقيين دول كانت لهم بعض الكاركترز اوف بي كومبلكس ولكن not completely. احنا لو بحثنا عملنا جوجل سيرشنج فور ذا بي كومبلكس فيتامينز هنلاقيهم الان وصلوا تقريبا 20 واحد، لان كل مركب كل كومباوند يظهر بعض الكاركترز اوف ذا ووتر سوليبل فيتامينز يضموه تحت البي كومبلكس. طيب
فيتامينز اللي نتكلم عنها اليوم هي الواتر سوليبل فيتامينز اللي بتكون ناخدها not freely, بناخدها in a form of complexes, مركبات. هذه المركبات لا يمكن يحصل معها absorption and utilization of the water soluble vitamins without being released from their complexes. يعني إذا شابك معه بروتين لازم البروتين يتفك عنه, إذا شابك معه metal ion لازم يتفك عنه, إذا شابك معه lipid لازم يتفك عنه, يكون free vitamin to be absorbed. عملية الabsorption نفسها بتحصل فين؟ For the water soluble vitamins, mostly in the first part of the small intestine and the proximal part of the second and the proximal area of the second part. انتوا عارفين طبعا small intestine بتتكون من كم جزء؟ ثلاثة: duodenum, jejunum, ileum. حلو. كل ال water soluble vitamins او كل ال B complex اللي هنتكلم عنهم الان, their absorption is taking place in the duodenum and the proximal part of jejunum. الوحيد اللي بيروح على الإليوم هو فيتامين بي 12 اللي هتاخدوه المحاضرة القادمة إن شاء الله. بعد ما بيحصل absorption الفيتامينز كلها بتتشال to the portal vein اللي هو الفين الرئيسي في الجهاز الهضمي, to liver, إما for storage. والستورج بيكون بكميات قليلة جدا. الوحيد اللي بيحصل له storage إن يعني an amount هو فيتامين بي 12, ولذلك من الصعب ان احنا نلاقي يعني اشخاص او مش من المحتمل انه يكون في عندنا اشخاص عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي. ومع ذلك انا في احدى السنوات بعض الطلبه اشتكوا, يمكن من 7 سنوات تقريبا يعني, اشتكوا انه they are lazy, دائما في عندهم كسل, خمول, نوم طويل, عدم قدرة على التركيز, عدم قدرة على الاستيعاب. They are unable to memorize the information. مش قادرين يتذكروا المعلومات. فطلبت من دفعة بالكامل حوالي 400 طالب انهم يعملوا vitamin B12. يعملوا estimation. اتضح انه ما يقرب من 80 الى 85% منهم عندهم vitamin B12 deficiency. وانتوا لو عملتوا هتلاقوا احنا اي قير, اي مادة بنفحصها شباب لها ما يسمى lower limit upper limit اللي هو range. يعني لما احكي مثلا كوليسترول ليفل من 150 الى 200, بلد جلوكوز ليفل من 70 الى 110, مش عارف تراي اسايل جليسرول اب تو, يعني مفيش قيمه, مفيش رقم محدد لاي ماده بنعمل لها استيميشن ان ذا بلد, بتكون رينج. فلما يكون نعمل بي 12 واتضح انه معظم الأشخاص اللي عملوا estimation of the B12 in the blood near to close to the lower limit أو أقل حتى من the lower limit. إيه السبب؟ I don't know. لأنه المصدر الرئيسي لفيتامين B12 هو اللحوم. طبعا الكل بيأكل بسم الله ما شاء الله, مش بالضرورة أن الواحد يأكل أطنان من اللحوم علشان ما يحصلش عنده vitamin B12 deficiency. بس إيه اللي بيصير بعد كده؟ absorption could be defected, formation of vitamin B12 by the animals is not يعني لما أثرت هذا الموضوع قالوا لي اسكت لا تفتح الموضوع. إيه السبب؟ الله أعلم. فB12 هو الوحيد اللي بيروح يحصل له absorption in the ileum, وبعد كده بيروح على portal vein to the liver for being utilization by the tissues. خلاص الخلايا هتبتدي تستخدم B complex and the as coenzymes أو by themselves for catalyzing different biochemical reactions, and B12 some will be stored. ومش كتير يعني 3 to 5 milligram of B12 stored in liver. الباقي طبعا بيحصل له excretion لأنه the water soluble vitamin if there is excess amount. وعلى فكرة احنا في عندنا حاجة يمكن هتسمعوا عنها في الفات soluble vitamin, ان احنا بنوصل لمرحلة اسمها hypervitaminosis. يعني ايه hypervitaminosis؟ ان يكون في عندي كميات كبيرة من الفات soluble vitamins and they have manifestations, لها أعراض تعتبر مرض hyper. لكن من الصعب جدا ان احنا نوصل لمرحلة الهايبر فيتامينوزيس in the water soluble vitamins. يعني مثلا هنضرب مثال فيتامين بي 3 اللي هو اسمه نياسين او اسمه نيكوتينيك اسيد, وهو بيشتق او بيصنع من تريبتوفان امينو اسيد. عشان نوصل لمرحلة الهايبر فيتامينوزيس of فيتامين بي 3 الشخص لازم ياكل 6 كيلوغرامز of meat daily for 6 months.
6 كيلو لحم يوميا لمدة 6 أشهر عشان نوصل لمرحلة الهايبر فيتامينوزيس أو فيتامين بي 3. فمن الصعب جدا فور ذا ووتر سولبل فيتامينز ان احنا نكون في عندنا هايبر فيتامينز. في حد بياكل 6 كيلو في اليوم؟ في ولا ما فيش؟ الله اعلم. اوكي طيب، اول واحد عندنا يا شباب هو بي 1. وخدوا بالكم احنا اللي هنتكلم عنهم الان related mostly to the energy production، فاتبعوا كويس جدا للكلام اللي بحكي. ثيامين بي 1 بيتكون من بايريميدين رينج اند ثيازول رينج، والاثنين شابكين في بعض بميثيلين بريدج. في عندنا حاجه يا شباب اسمها 1 كربون مويتي، يعني مركب بيحتوي على كربون واحده. زي ايه؟ ميثايل، ميثيلين، ميثينايل، فورمالدهايد اللي هو سي اتش او، هم 5 مركبات كربون دايوكسيد. فالميثيلين واحده من ال1 كربون مويتي اللي عامله بريدج بين البايريميدين اند ثيازول، اند ذا ريكويرمنت از تو ليتل، 1 إلى 1.5 مللي جرام بير داي، بات ذا ريكويرمنت از انكريزد اندر تو كونديشنز ديورينج بريجننسي اند if the person is eating too much carbohydrate. يعني معنى كده ان فيتامين بي 1 له علاقه كبيره بالميتابوليزم اوف كاربوهيدرات. السورس whole grains، كل الحبوب، ليفر هارت وكيدني، active form، كل فيتامين من الفيتامينز اللي هنتكلم عنها الان not functioning الا اذا تحولت الى active form، الى صوره معينه. فالصوره الاكتف من فيتامين بي 1 اسمها ثيامين بايروفوسفيت. تمام؟ طيب احنا قلنا الفيتامين احنا بناخده فري ولا بيكون ان كومبلكس؟ كومبلكس مع بروتين مع فات مع وات ايفر. يبقى لازم الاول يتحرر. اللي بيحرر فيتامين بي 1 تو بي فري ان انزيم كولد بايروفوسفاتيز، وبعدين بيحصل له absorption carrier mediated، يعني محتاج لشيال. لما يكون in high concentration it is a form of passive diffusion. ليه؟ لأنه passive diffusion هو إيه؟ هو passive diffusion يا شباب؟ from high to low. فإحنا بنتكلم الآن على high concentration of vitamin B1، هتكبر الخلايا إنها تاخد كمية أكبر من vitamin B1 by passive diffusion، مش محتاجة carrier mediated. طيب على سيروزال سيرفيس، خلاص دخل فيتامين بي 1 داخل انتستينال ميكوزال سيلز، تو باس فروم ذا انتستينال ميكوزال سيلز تو بلاد صوديوم ديبندنت اي تي بيز، وفي الدم بيكون محمول على الشيال العمومي جنرال كارير which is not specific for anything to be carried اللي هو الالبومين. تمام؟ الالبومين ليه بنسميه جنرال كارير؟ لانه بيشيل هرمونز، بيشيل فاتي اسيدز، بيشيل بيلاروبين، بيشيل أدوية، حتى بعض الميديكيشنز اللي احنا بنستخدمها to be transported in the circulation they are binding to albumin. خدوا بالكم من الحكاية دي، طالما هذا الكارير non-specific يعني هيحصل competition between the different compounds which one is going to bind to the albumin. يعني مثلا الفاتي أسيدز لو أخذناها بكثرة، والمفترض أن الالبومين شايل مع الفاتي أسيدز هرمونز وميديكيشنز ومينرالز واشياء تانية، لو زودناها شوية في الفاتي أسيدز هتعمل ايه؟ هتزيح باقي هذه المركبات عنها. ولذلك بكل بساطة نلاقي اشخاص not subjected to any disease which is causing hyperbilirubin. hyperbilirubin يعني عند مرض اللي بيسموه صفار او اللي هو الصفرار. ليه؟ لانه البيلروبين بيحمل على الالبيومين، واحنا زودنا شويه في احد المركبات الاخرى اللي ايضا تحمل على الالبيومين فازاح البيلروبين، اصبح البيلروبين فري فاعطى اللون الاصفر. تمام؟ نفس الحكايه مع الادويه. انتبهوا للحكايه دي ان شاء الله، انتم سنوات قليله وهتبداوا في ممارسه المهنه. ننتبه كويس جدا واحنا بنكتب دواء المريض ان يكون هذا نكتب له مثلا صنفين من الدواء، والاثنين الكارير الشيال الخاص بيهم في السيركيوليشن هو الالبومين. لو زودنا شويه من واحد
لن نستفيد من الثاني. ليه؟ لأنه لن يحمل خلاص. الأماكن المفترض يرتبط عليها the second medication is occupied by the first medication. طيب الخلايا هتاخده إزاي؟ عن طريق اللي هو thiamine transporter 1 and 2 to be stored in liver, in muscle, in cardiac muscle, in the brain, and if there is excess will be excreted in urine. طيب ازاي بيتحول الثايمين الى الاكتف فورم اللي احنا حكينا عنها اللي هي الثايمين بايروفوسفيت؟ عن طريق انزيم اسمه ATP dependent thiamine diphosphotransferase. وهنا من اسم الانزيم هنعرف هو بيعمل ايه، مين هو المادة اللي هتعطينا الفوسفيت جروبس اللي هتضاف؟ الادينوزين ترايفوسفيت. هناخد منها ايه؟ هناخد منها 2 فوسفيت عن طريق هذا اهم ادي 2 فوسفيت جروبس عشان تحولوا. كلمة بايروفوسفيت يا شباب يعني 2 فوسفيت، تمام؟ لما نحكي مونو يبقى ايه 1، فبايروفوسفيت it means that there will be two phosphate groups will be linked to the vitamin عشان يتحول الى thiamine pyrophosphate. واهم تفاعل بيدخل فيه الثايمين بايروفوسفيت وتفاعل complicated اسمه oxidative decarboxylation for converting pyruvic acid into acetyl coenzyme A. ايه اهمية هذا التفاعل؟ انه بيعطيني المركب اللي بيبدأ الكريبس سايكل، اللي بيبدا السيتريك اسيد سايكل او ترايكربوكسيليك اسيد سايكل. فهنا شوفوا النوت 1 فيتامين اللي شغال هنا، بصوا كام فيتامين شغال في هذا التفاعل؟ 5. بي 1 في صوره ثايمين بايروفوسفيت، بي 2 في صوره فلافين ادينين داينوكليوتايد اللي هو فاد، بي 3 في صوره ناد اللي هو نيكوتينامايد ادينين داينوكليوتايد، بانتوثينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5 في صوره كو انزيم اي، واخيرا واحد من الفيتامينز اللي كان مع مجموعه البي كومبلكس وطلعوه اسمه ليبويك اسيد، وده موجود في صوره اكتف اسمها لايبو امايد. هذا التفاعل مور كومبليكيتد، فيري امبورتنت بيكوز ات از جيفينج اس اسيتايل كو انزيم اي to start citric acid cycle, which is the main cycle that can produce energy in the cells behaving under aerobic condition. خدوا بالكم عشان كده الأشخاص اللي بيكون عندهم vitamin deficiency أول حاجة بتظهر عليهم ليه؟ They are unable to tolerate cold. ما يقدروش يتحملوا البرد. ليه؟ لو عنده نقص في الخمسه فيتامينز دول وهم كلهم بي كومبلكس بي 1 وبي 2 بي 3 وبي 5 واللايبوك اسيد او اللايبو اميد، there will be defect in the oxidative decarboxylation reaction, there will be decrease in the production of acetyl coenzyme A and citric acid cycle also will be defected. يبقى كميه الطاقه اللي بتنتج عندهم هتكون اقل. فيا ريت نبطل شويه ناكل المقلوبه والمنسف والاشياء اللي في. أهم شيء لازم تعرفوه للمستقبل كمان، لما يكون عندنا خضروات طازجة، الخيار والبندورة والخس وغيره من الخضروات الطازجة، where we can find the vitamins جوة؟ ياريت لو جوة يبقى كويس. القشرة، وإحنا بسم الله ما شاء الله أسرع ناس تقشر. جماعة في حاجة كمان مهمة جدا، مثلا لما الشخص مثلا يمرض ويكون عنده رشح ولا حاجه، الوالده بتعمل له ايه؟ مشروبات ساخنه. من ضمن المشروبات الساخنه انها بتعمل له ايه؟ ليمون، صح ولا بتعملش ليمون؟ حلو قوي. ليمون ساخن ولا ليمون بارد؟ ساخن. طيب نتفاهم مع بعض، كيف تقوم الام بقطع الليمونه؟ بالسكين. طيب ميتال ايون بتعمل اوكسيديشن لنص فيتامين سي اللي موجود في الليمونه، وبعدين ناخدها احنا نحطها على النار ونغلي. during processing of the lemon the other 50% of the vitamin C اللي احنا اصلا بناخده علشان يقوي المناعه وعشان نخف من الرشحه راح. يعني احنا بنشرب مشروب عليه شويه سكر فقط. عشان كده الجماعه الاوروبيين بيعملوا ايه لما يجوا يقطعوا الليمونه؟ ما يقطعوهاش بسكين ميتال ابدا، يقطعوها بسكين بلاستيك، تمام؟ وبعدين never boil the vitamin C لأنه بيحصل له degeneration، بيتكسر. يبقى احنا ايه؟ كل اللي خدناه حاجة ساخنة عليها ريحة الليمون وعليها شوية سكر والسلام. فيها فيتامين C؟ لا. كذلك القشرة اللي احنا بسم الله نروح قشر، يا اخي كل البطاطا زي ما هي بالقشرة بتاعتها.
كل الكوسة بالقشرة بتاعتها، كل الخضروات كلها بالقشرة بتاعتها to get the benefit of vitamins and minerals. ده مش معناها ان داخل البطاطا ما فيش، لا فيه، بس the high concentration of the vitamin and mineral is in the outer layer of the vegetable. خلاص يا شباب، واحنا كمان في عندنا بعض الفيتامينات بتروح بالكامل during food processing زي البانتوثينيك اسيد. لما فيتامين بي 5 اول وهو موجود في خضروات كتيره، اول ما نحطه على في الطنجره على النار راح البانتوثينيك اسيد وراح التفاعل اللي موجود امامنا. ليه؟ لانه there will be defect in the production of a style coenzyme A and this will affect the production of adenosine triphosphate. يبقى إذن أول تفاعل Oxidative Decarboxylation، ثاني تفاعل اسمه Transketolase، ده التفاعلات اللي بيشارك فيها أو بيشتغل فيها كCoenzyme Thiamine Pyrophosphate Transketolase، وده في تفاعل اسمه Pentose Phosphate Pathway هتاخدوه إن شاء الله في Module Endocrine by the end of the second semester of the second year، إنه بيطلع لنا ريبوز ديوكسيد ريبوز وناد بي اتش، كذلك اسيتيل كولين سينثيسيس. طبعا فيتامين بي 1 امبورتنت ان ذيس ثينجز، طالما هينتج طاقه يبقى ايه، نيرف فانكشن شغال، ماسل فانكشن شغال، عندنا الابيتايت شغال، الجروث شغال، عشان جروث از سيل ديفيجن اند سيل ديفيجن از ان نيد فور انرجي. كذلك بنستخدمه في علاج حالات هارت فيلير اند الزهايمر ديزيز. طيب ازاي يحصل deficiency of vitamin في الwater soluble vitamins as general او في كل الفيتامينز as general؟ في عندنا two factors هيحصل معهم deficiency اللي هم ايه، low intake ما بناخدش كميات كافية and malabsorption ان في سوء امتصاص. بالنسبة لفيتامين بي 1 defected phosphorylation of thiamine. انا خدت ثايم، خدت بي 1، لكن هعرف استفيد منه؟ لا. امتى هستفيد منه؟ لما يتحول للاكتيف فورم. ايه هي الاكتيف فورم؟ ثايمين بايروفوسفيت. يبقى اذا لازم يحصل له فوسفوريليشن باي تو فوسفيتس عشان يعطيني الاكتيف فورم تو جيت ذا بنفيت اوف ذس فيتامين. من غير الفوسفوريليشن كاني شربت شويه ايه، ووتر. كمان ممكن يحصل كمان مع ما يسمى انتي هيستامين فاكتورز. لما يكون عندنا رشحة بنروح ناخد دواء اسمه ايه، سامعين في دواء اسمه ألارفين، وديله ألارفين للنهار. بيعمل ايه الألارفين؟ بيفك الثيازول رينج من البايراميدين رينج. يعني انا واخد ثايم ابن حلال بيتكون من بايراميدين رينج وثايم الرينج، شابكين مع بعض المثيلين بريدج، وراح لايه، الانتي هيستامين زي الالرفين راح كاسر البوند اللي هي المثيلين بريدج اللي موجوده ما بين الثايازول رينج اند بايراميدين. بقى في عندي فيتامين بي 1 مفيش، بقى في عندي فوسفوريليشن مفيش. كمان في حاجه مهمه، الجماعه اللي ليل نهار حاطين كاسه الشاي وكاسه القهوه الى جانبهم اللي هو بيسموها بلانت ثيامين انتاجونيست، وخدوا بالكم من الحكايه دي، كلمه انتاجونيست هتاخدوها ان شاء الله في الفارماكولوجي شهور بسيطه، يعني ضد، واجونيست يعني مع، يدعم او ايه ضد. فالبلانت ثيامين انتاجونيست زي الكافييك اسيد اللي موجود في الكافيين اوف ذا كوفي، والتانيك اسيد اللي موجود في الشاي، تمام؟ بيعملوا ايه الاثنين دول؟ بيعملوا اوكسيديشن اوف ثيازول رينج. خلاص ما بقاش في عندي فيتامين بي 1، فبلاش نشرب شاي وقهوه كتير وبعد كده نشتكي ان الدنيا برد. انا بشرب شاي علشان ادفى لان الشاي ساخن، لكن في نفس الوقت انا بفقد واحد من اهم الفيتامينز ذات بلاي ذا موست امبورتنت رول ان انرجي برودكشن ثرو ذا اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن رياكشن. يس. بيأثروا يعني انتوا اخذتوا في المينرالز على الفكره، يعني ايهم افضل؟ ان احنا لما نيجي ناخد المينرالز ناخدها مع انيمال سورس ولا بلانت سورس؟ انيمال، لانها ووتر سوليبل. اما بالنسبه للبلانت
هتعطينا الكافيك، هتعطينا التانك، هتعطينا فايتيك أسيد، والتلاتة لما بيتحدوا مع المينرالز بيحولوهم إلى ووتر انسوليبل سولتس، فبيبقى مفيش ابسوربشن. طيب إلى جانب هذه الفاكتورز الكهوليزم اللي بيشربوا خمور لأن ده interfere with the absorption of vitamin B1، بيعمل حاجة اسمها فيرنيك-كورساكوف سيندروم. هنعرف دلوقتي له أعراضين بسيطين ممكن يكون موجود في moderate form أو severe form، وكذلك الاكسسيف لوس. الجماعة اللي بياخدوا مدرات البول لازم ينتبهوا إنه مع مدرات البول هيزيد حجم البول، وهم water soluble هينزلوا مع البول to outside the body، فلازم يكون في supplementation with the vitamins. نتوقع ان هيكون عندهم نقص في كل ال water soluble vitamins، فلازم يكون المديكيشنز اللي بياخدوها بتحتوي على water soluble vitamins. طيب هذه الاعراض عندنا اللي بتحصل نتيجة للديفيشنسي، mild deficiency ها هيعمل weakness، طبعا شيء طبيعي. ليه هيعمل weakness؟ muscle weakness، احنا لسه حكيين انرجي يعني muscle contraction، مفيش انرجي يعني في weakness مش محتاجة يعني. طيب moderate يكون يعني النقص زيادة شوية، هيعمل Wernicke-Korsakoff syndrome اللي بيعمل peripheral neuropathy and mental abnormalities. mental abnormalities يعني مش معناها انه هيبقى مجنون crazy mad، لا هيكون في عنده defect in the mental function، يعني لا يستطيع يتذكر بسهولة، لا يستطيع أن يعمل focusing and concentration during studying، cannot memorize the information، cannot memorize the names. تمام؟ أما السيفير فبيعمل مرض اسمه بري بري، وده في منه dry and wet. dry بري بري برضو هيحصل معها atrophy of the muscles، هيعمل معها peripheral neuropathy and memory loss. أما الwet فهيعمل إلى جانب هذه الأشياء إديمة. نبص على الصورة كويس جدا، الصورة اللي موجودة أمامنا دي هتاخدوها في المستقبل إن شاء الله اسمها pitting edema. يعني إيه pitting edema؟ يعني لما أضغط بإصبعي على الرجل وهي فيها ورم، وبعدين لمدة دقيقة وبعدين أرفع إيدي تظل كما هي. تمام؟ طبعا بري بري is not the only cause of pitting edema. الأشخاص اللي عندهم congestive heart failure عندهم الهبوط القلب الاحتقاني هيكون عندهم pitting edema. الأشخاص اللي عندهم renal disorder حاجة في الكلي هيكون عندهم pitting edema. الأشخاص اللي عندهم hepatic disorder أمراض الكبد برضو هيكون عندهم pitting edema. فالpitting edema ما هيش فقط موجودة مع wet burny bowel. طيب كان في واحد عاوز يسأل سؤال هنا؟ yes. لا مش كتير مع السكري، لكن حالات الهارت والليفر والكدني لا بتكون واضحة. نضغط بإصبعنا على المكان اللي فيه ورم لمدة دقيقة بعدين نرفع إيدنا، لو ظل الديبينج موجود تبقى دي فعلا بيتينج إديما، which means accumulation of fluid in the among the tissues. بيتول اسمه ريبوفلافين بيتكون من فلافين رينج and دي ريبيتول. ايه هو الريبيتول يا شباب؟ ها وات از ريبيتول؟ ها حد يسعدني بالاجابه الله يرضى عليك وحسن. انا مرارتي على وشك ان يحصل فيها اكسبلوجن، وما فيش مرارات في السوق للاسف يعني ما فيش ديسبوزابل. وات از ريبيتول؟ انتوا اخدتوا كربوهيدرات ولا لا؟ I'm going to kill you. ها؟ ها؟ ارفع صوتك. بالضبط. ريبوز الكحول. وبكل بساطة يعني كربون رقم واحد من الريبوز عبارة عن CHO الدهايد جروب. لما نبص عليها حلقة تحولت إلى الكحول. يعني أضيف عليها اثنين هيدروجين فتحولت إلى الكحول. تمام؟ طبعا الصوره الاكتف من الريبوفلافين مش الريبوفلافين نفسه، لازم يتحول للمركبين دول، يتحول الى فلافين مونونيوكليوتايد باي ادينج 1 فوسفيت. اهي كان من غير فوسفيت اصبح في عنده فوسفيت، فتحول من ريبوفلافين الى فلافين مونونيوكليوتايد which is participating in oxidoreductase reactions.
لأنه ده بيشتغل شيال للهيدروجين. وبعدين ما هو مصدر الـ ATP؟ ما هو مصدر الفوسفيت؟ ATP. زي هناك في حالة الثايمين بايروفوسفيت كان إيه مصدر الاثنين فوسفيت؟ برضو أدينوسين ترايفوسفيت. وبعدين عشان يتحول فلافين مونونوكليوتايد إلى فلافين أدينين داينوكليوتايد برضو كمان مولكيول أوف أدينوسين ترايفوسفيت، بس في هذه الحالة مش هياخد منه الفوسفيت، هياخد منه الأدينوسين مونوفوسفيت كلها، يعني هيسيب بايروفوسفيت عشان يتحول من FMN إلى FM. طيب الأستاذ برضو بيكون موجود في كومبلكس، بيتفك من الكومبلكس for digestion and absorption عن طريق فوسفاتيزس. كان هناك بايروفوسفاتيزس في حال الثايمين بايروفوسفيت، وفي الانتستين will be uptaken carrier mediated. طيب عشان الخلايا تاخده، في عندنا ثلاث أنواع من الترانسبورترز for uptaking vitamin B two inside the cells. اثنين منهم موجودين في الانتستين اللي هو ريبوفلافين ترانسبورتر 1 and ريبوفلافين ترانسبورتر 2. تمام. وفي البرين الثالث ريبوفلافين ترانسبورتر 3 and in blood it is carried on albumin. برضو نفس الحكاية general carrier. طيب الأستاذ involved في ايه؟ energy. Oxidative decarboxylation زي فيتامين بي 1، citric acid cycle زي فيتامين بي 1، بيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز زي، والثلاثه على فكره لهم علاقه بالانرجي برودكشن، وكذلك الالكترون ترانسبورت تشين اللي موجوده في الميتوكوندريا اللي هي بتحتوي في تركيبتها على فلافين مونونيوكليوتايد از ا هيدروجين كارير. مش بس كده، ده كمان بيشتغل كانتي اوكسيدنت. يعني ايه انتي اوكسيدنت يا شباب؟ مضاد الاكسده. تمام. ايه مشكله الاكسده؟ يعني ايه اوكسيدنت او يعني ايه اوكسيداتيف ستريس؟ يعني ايه الاكسجين الشاغر اللي شايل الكترون زياده؟ ليه في أدوية موجودة في الصيدليات تحت اسم مضادات الأكسدة؟ ليه حتى الكريمات والأشياء اللي بيستخدموها السيدات المحترمات والصبايا للتجميل ومش عارف البوتوكس ومش عارف الأشياء الغريبة العجيبة دي، ليه بتحتوي على مركبات مضادة للأكسدة؟ عشان ما يخربش نقل الدم، عشان يحمي من مصيبة كبيرة. لأن لما نقول أكسجين كارينج آن إكسترا أو آن أديشنال إلكترون، ممكن هذا الإلكترون ينتقل لأي مركب يخرب البروتين، يخرب الدي إن إيه، يخرب الآر إن إيه، يخرب، عشان كده يعمل مشاكل كتيرة جدا. فنجد إنه هذه مركبات التجميل اللي إحنا تحتوي على جلوتاثيون. أهو بص كده، جلوتاثيون عشان يكون مفيد ومضاد للأكسدة لازم يكون موجود في هذه الصورة اللي هي reduced glutathione. مين اللي بيحول الجلوتاثيون الأكسيدايز إلى reduced form؟ ها؟ an enzyme called glutathione reductase. هذا الجلوتاثيون reductase بيحتاج إلى NAD pH and FAD as a prosthetic group. ودي غريبة شوية إن يكون في عندي اثنين فيتامين derivatives، واحد منهم بيشتغل كهيدروجين كارير والتاني بيساعده كبروثيتيك جروب اللي هو FAD. structure فلافين، أنت بتاخدوا بالكم من الحكاية دي. الأستاذ light sensitive and heat stable. light sensitive يعني إيه؟ أول ما تعرض للشمس أو تعرض يتكسر على طول. تمام. طيب الصوره الاكتف منه اثنين صور، صورتين فلافين مونونوكليوتايد اند فلافين ادينين داينوكليوتايد. بيشتغل في ايه؟ التفاعلات اللي احنا حكينا عنها، اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن مع الثايامين ومع فيتامين بي 3 ايضا ومع الليبوك اسيد ومع فيتامين بي 5، سيتريك اسيد سايكل وبيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز. طيب لما بيحصل ديفيشنسي، وانتبهوا للحكايه دي لانها كومن وما احناش منتبهين لها، ها نبص على الصورة كويس جدا، ايه اللي احنا شايفينه في الصورة؟ ويمكن في بعض الشباب والصبايا اتعرضوا لهذا المنظر نتيجة للديفيشنسي اوف فيتامين بي. انت مش شايفة كويس يا بنتي؟ تعالي هنا، انتوا تعالوا الاثنين هنا، انت شايفة كويس؟ ماشي. ها glossites and angular stomatitis. glossites يعني inflammation of the tongue، angular stomatitis يعني
في التهاب موجود على الـ corners of the mouth مع deficiency of vitamin B2. بيعمل كمان dermatitis التهاب في الجلد. بيعمل sheilosis اللي هو cracked and red tongue lips، نلاقي ان الشفايف حمراء ومشققة. كمان بيعمل ocular manifestations اللي هي عبارة عن vascularization of the cornea، ودي مهمة جدا لأن الأشخاص اللي بيكون عندهم deficiency of vitamin B2 بيكون عندهم photosensitivity، بيكون عندهم حساسية للضوء. كمان في حاجة مهمة إنه إحنا لسه قايلين الآن إنه vitamin B2 is light sensitive. يعني إيه light sensitive؟ بيتكسر بالضوء. الأطفال الصغيرين اللي هم بيسموهم الأطفال المبتسرين أو الأطفال البريماتيور اللي هم ما بيكونش مكتمل نموهم وبيولدوا قبل الموعد، لما بيولدوا بيودوهم على فين؟ ها؟ ها؟ الخداج. والخداج في إيه؟ حضانات اللي اسمها إيه بالإنجليزي؟ انكيوبيترز. بيحطوا الطفل داخل انكيوبيتر وبيعرضوه لضوء عالي عشان ايه؟ يقلل من هايبر بيليروبينيميا، لانه بيكون عنده زياده في انتاج البيليروبين اللي هو اللي بيسبب الاصفرار. علاجه انه يحطوه اندر وات وي كول فوتوثيرابي، علاج ضوئي. طب ما هو على حسب الفتره الزمنيه، يعني ممكن يكون اسبوعين ثلاثه، ممكن يكون شهر. طبعا لانه العلاج ضوئي يبقى فيتامين بي 2 راح. ينتبه طبيب الأطفال لما يحط الطفل داخل إنكيوبيتر under effect of phototherapy إنه يعمل supplementation with vitamin B2، لأن كل فيتامين B2 بيكون اتكسر. طبعا فيتامين B2 للطفل مصدره إيه؟ ها؟ ها؟ حليب. فيتامين B3 اسمه نياسين أو اسمه نيكوتينيك أسيد، تمام؟ الأستاذ بيجي منين؟ ها؟ تريبتوفان. تفاعلات كتيرة مش مهم نتكلم عنها الآن، لكن أهم شيء في هذه التفاعلات إنه أحد الكوفاكتورز مع أحد الإنزيمز اللي بتحول التريبتوفان إلى نايسين أو فيتامين بي 3 هو إيه؟ فيتامين بي 6، تمام؟ أستاذ بيطلع منه نوعين من الأكتف فور، ناد and ناد بي. ناد شغال مع الثيامين وشغال مع الفاد في تفاعلات انتاج الطاقه، يعني هنلاقيه موجود في الاوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، موجود في السيتريك اسيد سايكل، ريليتد تو بيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز اند الكترون ترانسبورت تشين. نفسه بي 1 بي 2 بي 3 المين فانكشن بتاعهم انرجي برودكشن من خلال الكلام اللي انا حكيته ده اللي هم ايه؟ ها اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، 2 سيتريك اسيد سايكل، 3 بيتا اوكسيديشن، 4 ريسبيراتوري تشين او الالكترون ترانسبورت تشين. لكن في عندنا كمان نوع من الكو انزيمز او نوع من الاكتيف فورم اسمه ناد بي، يعني اضيف عليه ناد، حطينا عليه وحده فوسفات له علاقه بالطاقه نهائيا، مع انه اخو الناد، لكن الاستاذ بيشتغل ان ريدكتيف رياكشنز، يعني شيال الهيدروجين الريدكتيف اكشنز مينلي ان ذا فاتي اسيد بايوسينثيسيس. اهو ادي التفاعلات اللي بيشترك فيها ناد اللي حكينا عنهم، والتفاعلات اللي هيشترك فيها ناد بي اللي هي عبارة عن reductive reactions. reductive reactions مع pathway طويل عريض اسمه pentose phosphate pathway اللي هو triple P واللي لسه متكلمين عنه الآن، بينتج ايه؟ بيطلع لنا ناد بي اتش بلس اتش. واحنا لسه حكيين ايه اهمية الناد بي اتش بلس اتش؟ reduction. ومن ضمن تفاعلات الريدكشن اللي بيعملها الناد بي اتش بلس اتش تفاعل لسه حكيين عنه بانزيم اسمه ايش؟ اسمه جلوتاثيون ريدكتيز انزيم. انتبهوا معايا، بيعمل ايه الجلوتاثيون ريدكتيز؟
نلغي المحاضرة ولا نكمل؟ نكمل؟ بيعمل ايه الجلوتاثيرون ريدكتيز؟ يا الهي مش ممكن. انتوا عندكم عندكم الزهايمر مبكر ولا ايه؟ بيحول الجلوتاثيون من الصورة الاوكسيدايزد الى الصورة الريديوزد عشان يشتغل كأنتي اوكسيدنت. ارجع للتفاعل تاني، انتبهوا، كل لبيب بالإشارة مسرع ويفهم، تمام؟ كمان بيشتغل مع الفوليت ريدكتيز، وده هتاخدوه مع الدكتور جهاد ان شاء الله while discussing the folic acid low vitamin B9. طيب بس في حاجة مهمة كمان ننتبه إليها، إنه this vitamin to be absorbed ها محتاج لإيه يا شباب؟ ها بروتين، تيروسين، كاينيز، ميدييتد باثوي. والتيروسين بروتين تيروسين كاينيز ميدييتد باثوي is related to insulin. عشان كده الأشخاص اللي عندهم diabetes mellitus بيشتغل عندهم هذا الباثوي؟ لا. بيحصل absorption of niacin؟ لا. التفاعلات اللي بيخش فيها النايسين فور انرجي برودكشن بتكون شغاله 100% ولا 10%؟ 10% في انرجي برودكشن؟ لا. تمام؟ يعني في اشياء ريليتد تو ايتش مرتبطه ببعضيها. ايه اللي جاب الدايابيتس ميليتس؟ القصه اللي احنا بنحكي عنها، وليه الاشخاص اللي بيكون عندهم دايابيتس ميليتس بيكون عندهم ديفيشنسي اوف فيتامين بي 3 اند ديفيشنسي اوف فيتامين بي 1 كمان. بي 3 اهو واضح امامنا انه الباثوي اللي شغال مع الاثنين هو واحد، اللي هو بروتين تيروسين كاينيز ميدييتد باثوي، خلاص. طب ليه بي 1 كمان بيكون عند الاشخاص اللي عندهم دايابيتس ميليتس بيكون في ديفيشنسي، ولذلك الاشخاص بيحصل عندهم بريفرال نيوروباثي؟ الكلام ده انا حكيته في محاضرات الميديكال تيرم. ليش يا ليش؟ ليه؟ ليه الناس اللي بيشربوا خمور بيحصل عندهم ديفيشنسي اوف ووتر سولوبل فيتامينز؟ ها اكسديشن. ليه؟ هي الخمور بتعمل اكسديشن، خمور بتطوح الشخص يعني انستابل. يعني الاشخاص اللي عندهم دايابيتس ميليتس عندهم ثلاثة بولي اللي هم ايه؟ يا الله مش ممكن. ها بوليوريا، بوليديبسيا، ها وبيكون مفجوع بياكل كتير، بوليفاجيا، خلاص بياكل كتير. فالبوليوريا يا شباب معناها انه بينزل بول اكثر من اللازم، ومع نزول البول بينزل معاه مينرالز وبينزل معاه ووتر سولوبل فيتامينز وعلى راسهم بي 1. عشان كده ان شاء الله في المستقبل لما نيجي نعالج اي مريض عنده سكري هنعطي له الانسولين، ومع الانسولين هنعطيه مالتي فيتامينز، ونتاكد انه المالتي اللي هي الفيتامينات المتعدده، نتاكد ان المالتي فيتامينز معها ايه. ها و اصحوا اصحوا. امتى يحصل ديفيشنسي اوف فيتامين بي 3؟ مع الاشياء التاليه. ها احنا قلنا في اثنين دائما وابدا نحطهم اللي هم ايه؟ ان ادكويت انتيك ومال ابسوربشن. ما خدناش كميات كافيه وفي سوء امتصاص. معاهم ايه؟ ميز ديبندنت بوبوليشن، الناس اللي بياكلوا ذره كتير. ديفيشنسي اوف فيتامين بي 6، لانه فيتامين بي 6 هو كوانزايم لاحد التفاعلات اللي بتحول التريبتوفان الى نيكوتينيك اسيد. هارت ناب ديزيز اللي بيكون معاه ما فيش ابسوربشن لكل البيزك امينو اسيدز مش بس التريبتوفان، اند مالجنانت كارسينويد سيندروم، وده بيحصل معاه تحويل لمعظم التريبتوفان الى سيروتونين اند ميلاتون. المفترض ان كميه التريبتوفان اللي انا باخدها في الاكل تكون مقسمه، جزء منها يتحول الى سيروتونين اند ميلاتونين، جزء اخر يتحول الى النايسين او النيكوتينيك اسيد او فيتامين بي 3. لكن لما يكون الشخص عنده مالجنانت كارسينويد سيندروم موستلي تريبتوفان كله هيتحول الى سيروتونين اند ميلاتون. كذلك في علاجات بقى مش كارثيه والدكاتره ما ينتبهوش، اللي هو بيسموه انتي تي بي ميديكيشن،
علاج ضد السل، مرض السل، وده زي مركب اسمه ايزانازايد. عشان كده انتبه، اللي هيشتغل منكم باطنية ينتبه، هو بيعالج حالات السل، هيعطي للمريض ايزانازايد، والايزانازايد هيعمل ديفيشنسي اوف فيتامين بي 3، يبقى لازم يكون الميديكيشن او العلاج اللي بنعطيه للمريض يحتوي على فيتامين بي 3 عشان نعوض ما فقد نتيجة لان ما فيش ابسوربشن. طبعا بيعالجوا بيه هايبرلينك. ديفيشنسي اوف فيتامين بي 3 هيعمل ايه؟ ها، مايلد ديرماتايتس، دايري، 2 دي معاهم بور ابيتايت اند فاتيج. فاتيج طبعا معروفه سببه ايه؟ ما فيش انرجي، ما فيش سفيشنت اماونت اوف انرجي بروديوس. طيب السيفير ديفيشنسي هتعمل مرض اسمه بيلاجرا. البيلاجرا ده يتميز بانه ديزيز اوف 4 ديز، يعني كل ما يحدث منه يبدا بحرف الدي، ديرماتايتس، دايريا، ديمنشيا اند ديث نتيجه للديفيشنسي. واحنا قلنا واحنا بنشرح النيرفس سيستم، ديمنشيا يعني ايه؟ خرف، مش جنون والله، خرف. تمام. طبعا الصوره اللي احنا شايفينها دي صوره الديرماتايتس اللي حاصله عند مريض عنده بي 3 ديفيشنسي، اللي هو بيكون in the exposed areas to sun، يعني هتظهر الديرماتايتس في الأماكن المعرضة للشمس، وكذلك هيكون عنده طبعا بعض الـ A disorders and mental disturbances. Pantothenic acid، وده عنده مشكلة أخرى، إنه البانتوثينيك acid بيحصل له absorption مع فيتامين تاني اللي هو البيوتين عن طريق ها ترانسبورتر واحد اسمه صوديوم dependent مالتي فيتامين ترانسبورتر. الاثنين، فلو زودنا شويه من البيوتين هيحصل ديفيشنسي في البانتوثينيك اسيد، لو زودنا شويه في البانتوثينيك اسيد هيحصل ديفيشنسي في البيوتين، ومع ذلك مهما زودنا لن يحدث امتصاص لاكثر من 10% of the pantothenic acid. الاستاذ بيتكون من بانتويك اسيد زائد بيتا الانين، وطبعا هنا كلمه بيتا الانين معناها ان الامينو جروب از اتاتش تو ذا بيتا كربون. الاكتيف فورم منه هي الفور فوسفو بانتيثيل. اكتيف فورم اوف فيتامين بي 1 اسمها ثايامين بايروفوسفيت، بي 2 اف ام ان وفاد، بي 3 ناد وناد بي، بي 5 فور فوسفو بانتيثين، وبيدخل في تركيب مركبين من اهم ما يكون اللي هما كو انزيم اي اند اسايل كارير بروتين. تمام. باي. ها انرجي برودكشن برضه نفس الحكايه، اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، سيتريك اسيد سايكل، بيتا اوكسيديشن. تمام. اسايل كارير بروتين، فاتي اسيد بايوسينثيسيس، مالوش علاقه بالانرجي برودكشن نهائيا. واهم حاجه خاصه بالديفيشنسي حاجه اسمها بيرنينج فيت سيندروم. اشخاص يكون عندهم ديفيشنسي اوف فيتامين 5 في المساء يشعر بانه بيرنينج سنسيشن، سيفير بيرنينج اوف هيز اوف ذا فيت اند اكسسيف سويتنج. فيتامين بي 6 اللي بيسموه بايريدوكسين موجود في ثلاث صور، بس الصوره اللي تهمنا هي اللي في النص. بايريدوكسين اللي هي الالكوهوليك فورم، بايريدوكسامين اللي هي الامين فورم، اما البايريدوكسال هي الالدهايد فورم، لان هي دي اللي بتتحول للاكتيف فورم اللي اسمها بايريدوكسال ايه فوسفيت اهي، وكله بيتحول لكله. يعني البايريدوكسين ممكن يتحول الى بايريدوكسامين ويتحول الى بايريدوكسال، لكن دول ما يهمناش لان دول دي ار ان اكتيف فورمز اوف ذا فايت، لازم يتحول الى بايريدوكسال فوسفيت. وطالما هيتحول الى بايريدوكسال فوسفيت يبقى محتاج الى ايه؟ وحده فوسفيت. هيجيبها منين؟ ها، من الاي تي بي. يبقى احنا كده في عندنا كام فيتامين حتى الان يحتاجوا الى الاي تي بي تو بي كونفرتد فروم ان اكتيف تو اكتيف فورم. ها يا رب يا مسهل. بي 1 بياخد 2 فوسفيت من الاي تي بي عشان يتحول الى ثايامين بايروفوسفيت، بي 2 عشان يتحول للصوره الاولى محتاج الى وحده فوسفيت فقط من الاي تي بي، عشان يتحول للصوره الثانيه اللي هي فاد محتاج الى another molecule of adenosine triphosphate، ياخد منه adenosine monophosphate to be converted into flavin adenine dinucleotide. B3 ها برضه محتاج له فوسفيت from ATP. البايريدوكسين ها محتاج له فوسفيت عشان يتحول الى البايريدوكسين فوسفيت. And this ده بيشتغل في كل حاجه،
بارادوكس الفوسفيت ده حل ايه 90,000 نوع من الرياكشنز acting as coenzymes for them. بيتاخد ها بروكسيمال ايه جيشن. كل الفيتامينز اللي حكينا عنها B1 B2 B3 B5 الابسوربشن بتاعهم بيتم فين؟ في الديودينم. الوحيد اللي في بروكسيمال بارت اوف جيشنم هو ايه B6 وB12 فين؟ في الاليوم. تمام. الاستاذ بيتاخد جوه وبيتحول الى بايرودوكسال فوسفيت داخل الخلايا وبيتخزن في المصل الاماكن اللي هي فيها مور يوتيلايزيشن زي الليفر والبرين والكيدني والمسلز وغيره، لكن بيحصل له اكسكريشن لما يحصل له اوكسيديشن تو بي كونفرتد انتو فور بايرودوكسيك اسيد. بيشارك في كم تفاعل؟ 90,000 تفاعل، اولهم ترانس امينيشن. يعني ايه ترانس امينيشن؟ نقل الامينو جروب. ترانس امينيشن يا شباب هو تفاعل ما بين امينو اسيد والفا كيتو اسيد بيبدلوا مع بعض. يعني مثلا تفاعل ما بين بايروفيت اند جلوتاميك اسيد. البايروفيت هو الفا كيتو اسيد والجلوتاميك اسيد هو امينو اسيد، يبقى الامينو جروب هتطير من الجلوتاميك اسيد تروح للبايروفيت تحوله الى الانين، وهيتحول الجلوتاميك اسيد الى الفا كيتو جلوتاميك. كما لو كان بيبدلوا مع بعض، كان البدايه الفا كيتو اسيد زائد امينو اسيد اتحولوا الى نيو امينو اسيد اند نيو الفا كيتو اسيد. واحنا خدنا هذا الانزيم بالذات in the first lecture. جلوتامين بايروفيت ترانس امينيز. فاكرين كنا بنستخدمه في ايه؟ الجلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز بنستخدمه في تشخيص ايه؟ قاتلكم الله. انا بمزح طبعا، حدش يطلع بره يقول الدكتور حكى لنا قاتلكم الله. الكلام اللي بحكيه داخل المحاضره مزح. يا رب يا مسح. له اسم تاني ALT. يس الحمد لله تذكرت شيء. انت ما قتلكيش الله، قتلك الشيطان. يا شباب انفكشوس هيباتايتس الله يرضى عليكم. الله شكلكم لازم اعمل عليكم بحث نشوف عندكم ايرلي الزهايمر ولا ايه بالظبط. انا مش عارف في منه. مش الالزهايمر معناها لوس اوف ميموري؟ نعمل بحث. يعني يبقى ترانس امينيشن يا شباب هو رياكشن ما بين الفا كيتو اسيد وامينو اسيد ينتج عنها نيو امينو اسيد ونيو الفا كيتو اسيد، زي التفاعل اللي حكينا عنه ما بين البايروفيت والجلوتاميك اسيد في وجود الـ ALT او جلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز انزيم هيطلع لنا الفا كيتو جلوتاريت اند ارن. كمان تفاعل كاتالايزد باي جلوتاميت اوكزالو اسيتيت ترانس امينيز ما بين جلوتاميك اسيد والاوكزالو اسيتيت. اوكزالو اسيتيت الفا كيتو اسيد وجلوتاميك اسيد امينو اسيد، هينتج عنهم اسبارتيك اسيد which is a new amino acid and اوكزالو اسيتيت اند الفا كيتو جلوتاريت which is نيو الفا كيتو اسيد. ديكربوكسيليشن رياكشن which means removal of carbon dioxide from a particular compound. زي مثلا تريبتوفان لما يتحول باي هيدروكسيليشن الى 5 هيدروكسي تريبتوفان ويشيل منه كربون دايوكسيد فيتحول الى 5 هيدروكسي تريبتامين which is سيروتونين نيوروترانسميتر. الهستامين لما يتشال منه كربون دايوكسيد في وجود ديكربوكسيليز and pyridoxal phosphate as a coenzyme هتحول الى هستامين. السهم غلط وبو صلحوه، السهم رايح ناحية الهستامين by decarboxylation هيعطينا vasodilator بيشارك في الانفلاميشن والالرجي وبيعمل مشاكل كتيرة جدا. الجلوتاميك اسيد لما يتشال منه كربون دايوكسيد by decarboxylase in the presence of PLP هيعطينا جابا. جابا is a neurotransmitter. بس الفرق ما بين السيروتونين والجابا ان السيروتونين is a neurotransmitter excitatory والجابا neurotransmitter inhibitor. كمان
بيشارك في ميتابوليزم اوف سلفر كونتيننج امينو اسيد زي السيستين بنزين اسمه دي سلفا هيدريز بيحوله الى بايروفيت. هيدروكسي كونتيننج امينو اسيد زي السيرين برضو مع انزيم اسمه دي هيدراتيز او دي هيدريز بيحوله الى بايروفيت. بيشارك في تفاعل اسمه ترانس سلفيشن او ترانس سلفوريشن لما يكون في عندي مركب اسمه هوموسيستين ومركب اخر اسمه سيرين لما يتفاعلوا مع بعض في وجود دي ترانسفيريز انزيم وبيردوز الفوسفيت يشيل الهومو يسلمها للسيرين يحوله الى هوموسيرين ويطلع لنا سيستين. تمام. كذلك سينثيسيس اوف جلايسين سيرين فروم جلايسين بيشتغل مع انزيم في غايه الاهميه برضه مسؤول عن الانرجي برودكشن بس بطريقه غير مباشره اسمه جلايكوجين فوسفوريليز انزيم عشان يفكك الجلايكوجين الى جلوكوز 6 فوسفيت اند ميديكالي حتى على المستوى الطبي تو بريفنت ذا فورميشن اوف يورينري ستونز الحصوات اللي بتحصل في الكلى. تمام. ما هي انواع الروابط اللي موجوده في الجلايكوجين؟ احكي قطعكم الله ولا ايه؟ What are the types of bonds in the molecule of glycogen? Glycosidic, ما نعرف إنها glycosidic بس هي نوعين. ألفا. ماشي. ها غيره. One four. ها. 1-6 1-4 في كل المولكيول 1-6 فين؟ عند البرانشينج بوينت. تمام. وبعدين معاكم وبعدين لان هعمل البحث اللي قلت لكم عليه بس الله يستر لو طلع عندكم الزهايمر تبقى مصيبه. You're still young youth يعني المفترض يكون ذاكرتكم حديديه. استنى يا دكتور انا اوعتي. تمام. ايه افتح براحتي بقى واشرح على كيفي. افتح براحتي واشرح على كيفي. لا نعم لسه ما خلصناش. دي ايه ساعتين وتعالى بعد ساعه. انتظر يا حبيبي هنخلص ان شاء الله. طب ما قلتوش ليه محاضره السيرك انا شرحنا وقعدنا نحكي الصبح. ايه عملت ريكورد اه مع ان الريكورد ممنوع بس يلا معلش. ما احنا لو بنسمع الريكورد كان بكل بساطه الاسئله اللي انا بسالها من الريكورد كانت تجاوب عليها صح. ابدا. طيب يا شباب اذا الديلي ريكويرمنت يعني هنلاقيها مختلفه شويه 2.2 ملي جرام بير داي فور ادلت مان ومن اقل شويه لكن during pregnancy and lactation should be high 2.5 ملي جرام بير ديسيليتر والديفيشنز بيحصل معها برضو نفس الحكايه impaired absorption او مال absorption inadequate intake والالكوهوليزم. فيا محمد بطل تشرب انت معرض يحصل عندك فيتامين ديفيشنسي. طبعا اول ما رحت امريكا كان في ميتنج في مجموعة من اللابس في هارفارد اسمها مارين بيولوجيكال لاب في ماساتشوستس بوسطن وكان في طبعا ريسبشن اوبن بوفيه رهيب. انا عمال امر على الاكل كله اتفحص ده خنزير ده مش خنزير ده فلقيت اكلة عاملة زي السمبوسك اللي انتوا بتعملوها هنا دي. قلت مش معقول يعني يكون حشيني. اكلت واحده طعمه لذيذ جدا 2 3 4 10 12 15 لانه عاملين صغير صغير. وبعدين في النهايه ماي سوبرفايزر اللي عاش في مصر سنتين وعارف ان احنا ما بناكلش لحم الخنزير لقيته بيطرق على كتف النار بيقول لي ذس از بورك. لفيت وبدون شعور بصقت في وجهه اكبر بصقه بصقتها في حياتي. اوعى تشرب انت شايف اهو الالكوهوليزم عمال يعمل فيتامين ديفيشنسي.
تمام. يبقى قاعدة عامة inadequate intake و malabsorption. أو أنت بتضحك على إيه؟ وارد أنه يحصل طبعا. malabsorption inadequate intake معها alcoholism في معظم الwater soluble vitamins، لأنه اللي بيشرب كحوليات على الأغلب بتشتغل كما لو كانت diuretic كمدرات للبول، فبينزل معها water soluble vitamins. لكن المهم برضو نرجع لها، وإحنا بنكتب علاجات لبعض المرضى ننتبه إن بعض الأدوية ممكن تعمل vitamin deficiency، زي الايزونازايد اللي بيستخدم في علاج التيوبركلوزس. طيب مع الديفيشنسي ايه اللي متوقع؟ كل المركبات اللي بيشارك في انتاجها الفيتامين بي 6، ومن ضمنها نيورو ترانسميترز، احنا قلنا سيروتونين، هيستامين، جابا، دوبامين، ابنفرين، نور ابنفرين، كله هيبقى فيه ديفكت. هيحصل ديكريز ان نياسين برودكشن لو فيتامين بي 3، لانه برضو فيتامين بي 6 بلاينج رول as a coenzyme in one of their actions which convert the tryptophan into nicotinic acid. يعني هنعرف ازاي ان الشخص عنده فيتامين بي 6 deficiency لما نقيس الحمض اللي بينتج من deficiency اسمه xanthuronic acid in blood. If it is high it means there is deficiency of vitamin 6. كذلك الاشخاص اللي بيكون عندهم فيتامين B6 deficiency بيحصل عندهم microcytic hypochromic anemia نتيجة لنقص البرودكشن، لأنه أول تفاعل في تفاعلات إنتاج الهيم اللي هو الجروب اللي بتدخل فيه الهيموجلوبين والمايوجلوبين وغيره، أول تفاعل الكوإنزيم اللي بيشتغل فيه هو البيرادوكسال فوسفيت مع إنزيم اسمه ألا سينثيز إنزيم. آخر واحد عندنا اللي هو بيوتين أو B7، تمام؟ أو احنا بيسموه فيتامين H، بس له اسم تاني اسمه ايه؟ نقرأ كده مع بعض. Anti Egg White Injury Factor. ماشي؟ مين هنا من الشباب بيروح جيم for bodybuilding؟ مفيش. طالب الطب لا يستمتع. مش كده برضو؟ طيب احيانا كده يحكوا لنا هات بيض طقه في كاسه وشرب. في حد جرب هذا الموضوع من قبل؟ نيفر دو ات اجين، عشان احنا هنتكلم عنه الان. نيفر نيفر. شايفين اسم الفيتامين ايه يا شباب؟ انتي ها ايج وايت انجري فاكتور، تمام؟ ادي فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين او فيتامين اتش او انتي ايج وايت انجري فاكتور. ها سلفر كونتيننج، ادي الايه السلفر اهو، بيشارك في مجموعه من التفاعلات اسمها كاربوكسيليشن رياكشنز، على عكس اللي فات فيتامين بي 6 بيشتغل في تفاعلات اسمها ايه؟ دي كاربوكسيليشن، وطلع لي مجموعه لا باس بها من النيورو ترانسميترز، تمام؟ عبارة عن هيتيروسايكليك، ادي الهيتيروسايكليك رينج اللي موجودة فيه، بيتكون من ها ايميدازول رينج شابك فيها ثايوفين رينج. ادي الايميدازول اهي زي الايميدازول رينج اللي موجودة في اي امينو اسيد هيستيدين، تمام؟ وادي الثايوفين جاي من ثايول يعني سلفر، ومعاهم سايد تشين اوف فاليريك اسيد. فاليريك اسيد ده احد الاحماض الدهنيه، انتوا خدتوا انسنشال فاتي اسيد مش كده؟ اللي هم ايه؟ ايه هم الانسنشال فاتي اسيد؟ ها لينولينيك ولا لينوليك؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ثانية واحدة بس، ايه الفرق بين الاثنين؟ لينوليك ولينولينك، ايه الفرق بينهم؟ يس.
حد فهم حاجة؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. The number of double bonds يا شباب الله يرضى عليكم. دي البوزيشن بتاع الدبل بوند. انا عاوز اعرف عدد الدبل بوند اللي موجوده في اللينوليك اسيد اند لينولينيك اسيد. انهم فيهم الثلاثه؟ اسمائهم ايه؟ الاوميجا 9 والاوميجا 90 ده اسمائهم. الهن الصبر يا الله. يعني الاراكيدونيك مش معاهم خالص. يعني يعتبر اسينشال ولا نون اسينشال ولا سيماي اسينشال؟ تيروسين اسينشال ولا نون اسينشال ولا سيماي؟ سيماي اللي هي انتم بتسموها عندكم كونديشنال اسينشال. تيروسين كونديشنال اسينشال ليه؟ واحد بس، واحد بس، واحد بس اللي جاي. انا مش عارف انتوا دارسين ولا الامتحان بعد اسبوعين انتوا مالكوا فيه ايه؟ ها ليه التيروسين سيمي اسينشال ولا كونديشنال اسينشال ليه؟ ها لانه بيتصنع من الفينايل الانين which is essential. يعني لو ما اخدناش فينايل الانين في الاكل نص التيروسين مش هيتصنع. تمام؟ كذلك الاراكيدونيك اسيد بيتصنع من ايه؟ ماشي اوكي. ليه الاراكيدونيك اسيد very important؟ يا الله الهمنا الصبر يا الله. أعيد هو كل مرة أعيد السؤال. Why the arachidonic acid is very important? Yes. برافو عليك. صح. الحمد لله. لا قتلك الله. يا شباب arachidonic acid هو الاسينشال فاتي acid اللي بيدخل في تركيب الفوسفوليبيدز in the cell membrane. وفي انزيم اسمه فوسفولايبيز بيفكه، فوسفولايبيز بيفكه الاركيدونيك اسيد تو اندرجو مالتيبل ميتابوليك باثويز. واحد اسمه سايكلو اوكسجينيز تو بروديوس براستاجلاندينز براستاسايكلينز اند ثرومبوكسينز اند انذر باثوي اسمه لايبوجينيك او اسمه لايبو اوكسجينيز اللي بيصنع الاثنين الباقيين من هذه المركبات اللي هم ليكوترينز اند لايبوكسينز. طبعا هو اهم رغم انه هو يعتبر كونديشنالي اسينشال او سيمي اسينشال او غيره. تمام؟ اسال كمان سؤال ولا بلاش؟ بلاش طبعا بلاش. ايه الفرق بين سيريبروسايتس اند جانجليوسايتس؟ اروح اجيب لكم الدكتور جهاد يتفاهم معاك ولا اعمل ايه؟ الدكتور سميع اللي شرح لكم الفوسفوليبيدز ولا ايه؟ What is the difference between cerebrosides؟ جاوب. مش كنت عاوز تلغي المحاضره دي؟ المحاضره اللي فاتت مش هقدر الغيها لانها مش تبعي. Cerebrosides and gangliosides. بلاش السؤال ده لان كان صعب شويه. Why they are saying gangliosides are acidic in nature? Yes. لا يا الله فسر الماء بعد عناء ليه هو عليه negative charge؟ جاي منين؟ What is the source of negative charge؟ ها؟ ليش؟ ما سمعناش عن حمض اسمه نانا أبدا. نانا إن أسيتايل نيرامينيك أسيد. الله يرضى عليكم. كيف ما خدتوا؟ مستحيل. فيش ولا أنت مش دارس؟ أنت مش دارس مش هتتذكر. طيب خلاص ما حكم خدتوه، خلينا في البايوتين. تمام؟ يبقى البايوتين ها وديروا بالكم
كل فيتامين بينتج عن نقصه ديزيز احنا بنسميه انتي ذس ديزيز. يعني مثلا فيتامين بي 1 بيسبب مرض بري يبقى انتي بري. فيتامين بي 3 نقصه بيسبب مرض بلاجرا يبقى اسمه ايه؟ انتي بلاجرا. فيتامين بي 5 نقصه بيسبب بيرنينج فيت سيندروم اللي بيكون معاه حرجان شديد في الرجلين يبقى اسمه انتي فيت بيرنينج سيندروم. تمام. فيتامين وهكذا. فيتامين اي بنسميه انتي نايت بلايندنس فيتامين. فيتامين دي بنسميه انتي راكيتيك فيتامين. فيتامين كي بنسميه انتي هيموراجيك فيتامين. تمام. فكل فيتامين نقصه يسبب مرض. معنى كده لو انا اخدت sufficient amount of this vitamin هيمنع هذا المرض. البيوتين زي ما ذكرنا اسمه anti egg white injury factor and it is a sulfur containing amino acid بيشارك في carboxylation reaction and it is consisted of two rings. واحدة منهم اسمها imidazole والتانية اسمها thiophene because it is containing sulfur and the remainder of this molecule is the side chain of valeric acid. هل كوينزيم من البيوتين اسمه بايوسايتين. هل طيب الأستاذ ناخد بالنا بايوسايتين لأنه بيرتبط على إبسلون أمينو أسيد إن إبسلون أمينو جروب إن لايسين وكذلك البارادوكسا فوسفيت. هنلاقي إن في عندنا تو فيتامينز الأكتف فورم بتاعتهم لما تروح تشبك على على الإنزيم تشبك على الإبسلون أمينو جروب أو الأمينو جروب اللي شبك على الإبسلون كاربون أوف لايسين أمينو أسيد. كاربوكسيليشن زي بايروفيت كاربوكسيد وأي تفاعل كاربوكسيليشن في الدنيا لابد ان يكون خمس اشياء موجوده ليتم. انزيم هيكون اسمه كاربوكسيليز، ادينوزين ترايفوسفيت، مانجانيز، بايوتين اند سورس اوف كربون دايوكسيد اللي هو البايكربونات. ادي الكربون دايوكسيد طبعا مش بتيجي فريلي، بتيجي في صوره بايكربونات، وادي الادينوزين ترايفوسفيت، وادي البايروفيت الانزيم، وادي المانجانيز اند بايوتين. اي تفاعل كاربوكسيليشن مهما كان لازم يكون الخمسه دول موجودين to be carried out. بايروفيت كاربوكسيليز in the presence of bicarbonate and enzyme called pyruvate carboxylase, manganese, biotin and adenosine triphosphate. adenosine triphosphate دورها ايه في التفاعل؟ for fixating carbon dioxide to the substrate. ده اللي هتحول الى اوكسالو اسيتيت. اسيتايل كو ايه كاربوكسيليز هيحول أسيتايل كو إيه إلى ميلونايل كو إيه، والميلونايل كو إيه very important. ليه؟ لأن هو ده elongating factor used during fatty acid biosynthesis. إحنا لما يجي خلايانا صنع الفاتي أسيد كما لو كانت بتحط بلوكات جنب بعضها زي بالضبط البناية، بلوك وبعدين نحط سيمنت وبلوك وبعدين نحط سيمنت وبلوك وهكذا. فهو بتبدأ تفاعلات تصنيع الفاتي أسيد في إيه؟ two carbons يضاف عليها اثنين وبعدين اثنين وبعدين اثنين 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 الى ان نصل الى الفاتي اسيد المطلوب تصنيعه اي مكان 16 كربون 18 كربون 20 كربون and so on. بالتالي في هذه الحاله الفاكتور اللي هيضيف لي كربونتين كل سايكل of the fatty acid biosynthesis هو البالونايل كو انزيم. عندنا بروبينايل كو انزيم ايه بيتحول برضو عن طريق الكربوكسيليز انزيم الى دي ميثايل مانونايل. عندنا بيتا ميثايل كروتونايل كو انزيم ايه كربوكسيليز بيحول البيتا ميثايل كروتونايل كو انزيم ايه الى بيتا ميثايل جلوتاكونايل كو انزيم ايه اند سو. كل هذه التفاعلات في غايه الاهميه في الميتابوليزم. مش عايزين نتكلم على كل تفاعل، يعني احنا ذكرنا مجرد تفاعل تحويل البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت يا شباب ممكن يمشي في اتجاه من اثنين على حسب احتياج الجسم. اوكسالو اسيتيت بيمثل اول تفاعل من تفاعلات سيتريك اسيد سايكل اف ذا سيل از ان نيد فور انرجي. اوكسالو اسيتيت بيمثل اول تفاعل من تفاعلات الجلوكونيوجينيسيس اللي هي تصنيع الجلوكوز فروم نون كربوهيدرات سورس اف ذير از شورتج جلوكوز ان اور سيلز. كمان
بيشارك في الكربونويل فوسفيت يوريا سايكل، تصنيع البيورينز، تصنيع البايربيديز ايضا بتحتاج الى ديس انزايم. اند ذا ديفيشنسي يعني طبعا صعب شويه الديفيشنسي، لان في عندنا بعض الفيتامينز كان بي سينثيسايز باي ذا بكتيريا فلور ان لارج انتستين. احنا اتكلمنا عن اللي هم ايه، وات ار ذا فيتامينز تو بي سينثيسايز باي بكتيريا فلور ان لارج انتستين. في ثلاث فيتامينات البكتيريا اللي موجوده في اللارج انتستين بتصنعهم لنا لوجه الله تعالى. فيتامين كي يا رب، والبايوتين ها، وابن عمهم اللي هو الفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9. انت جروب بي، وي ار ستيل لسه ما خلصناش جروب اي ماشي. فيبقى يعني الثلاثه اللي البكتيريا فلورا بتصنعهم it is hard to be deficient، لانه على الاقل نص ال requirement of this vitamin are given by the bacteria flora. مفيش حاجه، مفيش disease معين بيحصل نتيجه لل deficiency of biotin، برضو weakness dermatitis and so on. لكن احنا في عندنا مركب موجود في الاج اسمه افيدين، عشان كده سموا هذا الفيتامين انتي ايج وايت انجري فاكتور. تمام، طبعا واضح انه البايوتين از فيري امبورتنت ان ذا كاربوكسيليشن رياكشنز اللي بتمشي في اكثر من اتجاه، لها فوائد عديده زي ما ذكرنا التفاعلات اللي حكينا عنها. لكن الافيدين اللي موجود في الايج وايت، اف ذا ايج از نوت بروسيسد يعني ما انطبخش، هل بيروح يعمل ايه؟ يشبك على البيوتين ويمنع ارتباط البيوتين على الاوميجا على الابسلون امينو جروب اوف ذا لايسين امينو اسيد ان ذا كاربوكسيليزس، كل انزيمات الكاربوكسيليزس ويل بي ديفكتد نتيجه للافيدين which will stop the function of biotin or biocytin as a coenzyme with the carboxylation reaction. معناها ان كل تفاعلات الكربوكسيليشن will not be done due to the non-functioning form of biotin. خلاص كده توكلوا على الله. في اي حد عنده اي سؤال؟